ضمن فعالية أهلية وشعبية تجمع العديد من أهالي وادي النضارة بريف حمص الغربي وجابوا بمسيرة سيارات ودراجات نارية قرى وبلدات الوادي رافعين علم الوطن مؤكدين على وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري والوطن في مواجهة الإرهاب والحرب الاقتصادية. نحن مع الجيش ومع الوطن وضد أي قانون قيصر. عندنا رؤية كتير لقدام إنه سيادة الرئيس رح يمشينا على طريق الصح، وبإذن الله مثل ما أنا ما أرجع أقول لك هيد المسيرة دعم للجيش ودعم للوطن ودعم لسيادة الرئيس. والله يرحم جميع الشهداء كلهم، لولا الشهداء اللي قدمت روحها ودمها ما وصلنا لهون وما ما صرنا هون ولا شفنا هالأمان اللي عايشين فيه هلا. نحن مغتربين وجينا، أنا شفت المسيرة هيك إحساسي ما عاد أقدر ما أكون معاه هون. الله يحميكم، نحن مع الأسد، نحن طول عمرنا معاه وضلين معاه وبدنا، ونحن صامدين شو ما صار سوريا صامدين. المشاركون انطلقوا من قرية عناز مرورا بقرى الحواش المزينة المشتاية مرمريتا وصولا إلى بلدة الحصن وقلعتها الشامخة، وتجمعوا في ساحة البلدة مرددين الهتافات والشعارات الوطنية. اليوم حبيت شارك الشباب والصبايا وكل شيء طالع هون معنا لنكون ايد بايد مع سيد الوطن، قائد الوطن، مع جيشنا. نحن ضد قرارات ترامب، ما حدا بيقدر يجوع او يحاصر او يعمل عقوبات على الشعب السوري. بس بدنا نقول خليني يروحوا يضبطوا امريكا وبعدين يحاولوا يعملوا علينا عقوبات قيصر. نحن أبي أكيد نحن مع سيادة الرئيس ونحن مع الجيش العربي السوري. أهالي الوادي بريف حمص الغربي يؤكدون من خلال هذه الفعالية بأن السوريين الذين تغلبوا على الإرهاب سوف يتغلبون على الحصار، فمن صمد وضحى وقدم الشهداء لدحر الإرهاب وداعميه لن تنال من عزيمته وصموده الحرب الاقتصادية التي تشنها قوى العدوان على سوريا. من قرى وبلدات وادي النضارة بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.